في 79 و80 هذا، وانتقلت إلى شغل الطين. شغل الطين أشتغل فيه وكوني ورشة، واشتغلت استمريت في شغل الطين إلى عام 2003. من 2003 طبعا هذه المدة كلها أشتغل في الورشة واشتغل في الطين. لما في 2003 جلست للورشة خلاص، كونت الورشة وصبرت أصنع في ربلات السيارات، الباكنات، المد حق البساتن، حق السطح، حق الجسامات، حق الشاولات، حق يجون ناس من برع الجهم. حتى في ناس يجونا عندهم قطع ما في هنا إلا بالخارج من حيث صنعت، أصنع لهم. لما كنت طفل كنت ما أحب الرياضة، هذا لما يروحون أخواني ولا عيال عمي كلهم يذهبون يلعبوا الكرة، أنا كنت ما أفضل مكان عندي الماوى عندي الورشة عند الروح. طبعا لما كنت صغير لما جي عند العصر تردنا يقول له روح العب، واستمرت على فترة يمكن سنوات ويقول لي روح العب، ما يدخل عندي يطردنا. لما بعدين سبحان الله يعني يمكن ولا يمكن قدنا يمكن في الخامسة أو السادسة، في الصف السادس يمكن ممكن استمريت عندي خلاص ما شاء الله إلى الآن، وكملت الثانوية وكملت الجامعة. ولما أكون في الجامعة أكون في المكلة بعد ما أخرج دائما عندها نفت الظري في ورشة، يعني ما شاء الله تعدد الصناعات وتعدد المجالات فيها، والشخص واحد كان. والأجمل من ذلك كل الصناعة تكون محلية بخبرة محلية، وبدأت يعني بتعليم ذاتي محلي ماشي. كل اللي نسويه تدوير معادن. مثلا الباكنات كنا نلقيها من طسوس، تدوير المعادن من طسوس كنا نلقيها. ومثلا الربلات حق السيارات نجيبها من الإطارات السيارات القديمة اللي ينزلونها من السيارات والحراثات من أهل البلد، وبشيء زهيد بسيط، قيمة بسيطة. أولا جاء صهري وابن خالتي وولد صاحبي وجيراننا يعني برضه ساعدونا هذا، وعيال أصحابي هذولا يساعدونا في الورشة. خلاص كبرت الورشة. طبعا الورشة هنا تبغى عمال كثير، خلاص جلسوا. المدرس يجي العصرية عندي، الموظف يجي العصرية عندي، في وقت الإجازات خلاص يربطون عندي ونلقي شغل ونوفر، نوزع جميع المحلات نوزع هنا. وعلى شوي شوي تكبر الورشة، على شوي شوي على شوي شوي، بس تمينا بصناعاتنا اليدوية. ما عندنا مكاين، ما عندنا شيء، حاولنا ان احنا نصنع شيء لنا في مجال الاختراع. مثلا لقينا مكينة، لقينا حاجات اللي تساعدنا احنا، مثلا الدينامات حق الماء، حولناها الى مناشير، الى مساح، الى حاجات. حولنا مثلا حاجات بسيطة نخترعها تساعدنا احنا في ايش؟ في شغلنا. الميزة اللي في درويش يعني انه كان ما شاء الله يعني فاتح قلبه ورشات، يعني اي انسان بيتعلم سواء كان من عندنا او من برا يعني ما شاء الله ما يرد حد ابدا ولا يحتكر اي معلومة في مجاله، ما يحتكر اي معلومة، اي معلومة بيساعد بها اي شخص ما يحتكرها ابدا. شباب ما شاء الله الان يمكن يقول لنا 6 الان ما شاء الله، ويعلمنا احنا ما شاء الله يعني بدون ملل وبدون لو اخطانا لو غيرنا شيء ما يعاتب. هذا اللي فيه يعني الميزه انه ما يعاتب، يعني هذا الكلمه دائما رددها الشغل حقنا، يقول هذا كانت الكلمه حقه في اثناء التعليم، الشغل حقنا يعني اللي يخرب يخرب، يعني كان يعطينا احيانا اندفاع.
مثل الحاجات الذي بأصنعها مثلا الباكن، ما أقدر أجيب مكينة من برا، أصنع حاجات أنا بنفسي، مثل حاجات حق كمال سيارات، حق مسامير، حق ألقي حاجات منهن الذي تصنع هذه الحاجة حق الباكن. مثلا ألقي كمال قصة ولقيه دورة، ولقيه يخزق، أو ألقيه ثقب مثناته، أو ألقي حاجة اللي يبغاه القطعة هذه اللي بيركبها في سيارة الشخص مثلا الباكن، أنا أصنعها هذه الحاجات. ليش؟ ما نقدر نجيب من برا مثلا المكاين أو شيء. ليه؟ هذا صنعناها نحن علشان يمشي شغلنا، يقضي غرض. لكن هذا ما عندنا الحين، كله باليد باليد باليد، يلد تعب 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 تعب. لكن لو عندنا هذه المكاين، وعندنا تنظيم في الورشة، وعندنا توسعة، وعندنا الحمد لله نحن لقينا شيء من ماشي. بس الآن زي ما أنت عارف، حتى الواحد اللي بيتعلم لما يشوف، لما يجي يشوف، نحن أحيانا ما يجي يتعلم، يشوف إن في شغل شاق، وصعوبة يعني تجيب عمالة جديدة، لأنه بيكون يلا في اليوم تجي كم ربلات، كم، بعكس لو كان عندك مكاين بتنجز عدد أكبر، بتجيب عمال يعني. لما الآن لو جبت عمال الأجر حقهم يمكن ما يجيبون الأجر حقهم يعني. طبعا علاقتي باللي يشتغلون عندي رجال خدومين، خدومين فعلا يعني. لما تقول الرجال هذولا الذي يخدم شعبه، هذا ليه؟ لما يشوفون الورشة هذه تخدم البلد، تخدم البلد كامل على نطاق اليمن كله، نخدمهم. طبعا كانت الورشة صغيرة، لما هذه الورشة حاولنا نحن نوسع، وسعنا في الفرشة، لقينا ورشة يعني بجنبها وهذه وسعناها، والعمال ما شاء الله كثروا. هذه الورشة خليناها لمجال ثاني، لكن الورشة التوسعة اللي بجنب الورشة دي توسعة، هي ورشة واحدة لكن توسعة. مثلا هذه الورشة لصناعة الليمد، للربلات الترافيع حق السيارات بأنواعها، الليمد الصغيرة الكبيرة، حق الشيولات، حق الجسامات، حق بأنواعها. كيف تسويق البضاعة حقنا؟ تسويق البضاعة من البداية كنت أصنع الحاجات، وزع الحالي أنا بدي أعطيهم نماذج، هل تبغى شيء من هذا تبغى شيء، قبل أن أصورهن. الآن معنا صور، الآن معنا كتالوج الهن، الآن طورناهن. كنت زمان أسرح بالبضاعة نفسها وعرضهم عليهم. أنا نحاول أن نساعد الناس بأي شكل بأي وسيلة، ونساعد الشباب أنهم يشتغلون في هذه الحرفة. ليه؟ مشان ما عاد يجلسون. قادر أنا أعلم ناس، جيب ناس، ونبغى ناس تصرف على بيوتها. الشباب هذه عنده بعضهم كمين واحد أسرة يظل قاعد. ليش يا أخي يظل قاعد؟ يجي عندنا، يجي عندنا أسبوع شهر بالكبير وينزل من عندنا، ألا قده معه شغلة شغلتين بتعيشه. يا شباب عندي نصيحة لكم وتقبلوها من أخوكم، هذه النصيحة أن تجلس عند صاحب صنعة. لا تلقي هدفك الفلوس، إلقي هدفك كيف تصنع وكيف أن تخدم نفسك وأهلك. لكن لا تجلس عالة على الناس، على أخوانك، على أهلك، على جيرانك. لا، اشغل نفسك بشيء شغل مفيد لك ولمجتمعك. ايش هذا؟
لأنك واحد ممن يغيرون واقعنا بابتكاراتهم. قرر حيث الإنسان مشاركتك الرحلة التي بدأتها، لقد تمت الموافقة على مشروعك. والله شعوري لا يوصف، طبعا شعور مفاجأة، يعني ما تقدر تعبر لما تشوف حاجة فاجأوك ناس. أنا تصويري في شيء ثاني من بين حسب اللقاء عادي، بس لما شفت المفاجأة هذه إن حد بيحقق لي كلامي هذا اللي قلته من قبل ما توقعته. أول مرة قريته عادي، ثاني مرة لما قريته حسيت إنه فيه شيء استوعبته. جزاكم الله خير. شعوري الآن لا توصف من الفرح، لا يوصف شعوري، لا ما أقدر شعوري أنا، لأن ما أقدر أوصفه الآن. شوف صور الورشة قبل والآن، الآن ما شاء الله الورشة الصناعية الذي بشتغل فيها وسعت كثير ما شاء الله تبارك الله. الآن توفرت لي الحاجات التي أتمناها أجل. جزاكم الله خير والله يفككم إن شاء الله. شعور لا يوصف صراحة ما شاء الله، فرحة عارمة وشعور يستاهل. نتمنى هذا من زمان، كنا الآن ما شاء الله أصبح بإمكاننا نغطي السوق المحلية بصورة أكبر وإنتاج أسرع من الماضي. ونشكر برنامج حياة الإنسان أربعة، ونشكر كل من له يد في هذا البرنامج. هذا البرنامج برعاية مؤسسة توكل كرمان.